بعطيك اياها على بلاط. اسمع يا عاق، يا مكسر البيت، يا ما حد قدك في الحاره، لانك مع اخوياك ادب واحترام ويجلسونك عند الوقار تغسل فناجيل، لكن على والديك مسوي ذيب. يقول الله تعالى: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه بالوالدين احسانا. اسال الله ان يصلحك ويهدي قلبك. الله قرن عبادته بطاعه الوالدين. اقسم بالله ام تتصل تقول: تكفون، الحقوا ولدي، عذبني، تعبني في البيت، طفشني، كسر البيت، يزعل اخواته، يضربنا، ياخذ فلوسنا، ياخذ. وام تشتكي وابي يشتكي. طيب كيف تلقى السعاده والراحه وانت مضيع امور في حياتك، اهم امور في حياتك انت مضيعها؟ والله ما تفلح، والله لو انك عابد صائم قائم، انك في هم وفي غم لين تموت. يا اخي ارجع لوالديك واقرب منه حتى تفرح وتسعد. والله ما في انسان طائع الوالدين وخاصه امه الا هو في راحه وسعاده وفي رزقه.